الشهواني مضمونة، مضمون لها الشوط الرئيسي مع الجنرال، مع الجنرال شعار عبد الهادي بن خليل، هذا الشعار المميز، هذا الشعار الكبير ينتزع رئيسية ثنايا. سلام الجنرال، سلام، سلام مضمونة، سلام، تحية واحترام لهذا الشعار ولمضمونة على اختطافها رئيسية ثنايا. علي بن حزام الزعبي، تستاهل فوز مضمونة بالشوط الرئيسي المفتوح للثنايا. تستاهل خير وعافية، الله يطول عمرك يا ابو بريك. وخليل دائما يستهدف السيوف ويستهدف سن الحيل، هل الثنايا اللي اليوم ما شاء الله اكثر من نقطة، هل هذه تعد وتؤهل للموسم القادم باذن الله؟ ابو خليل يشتري السق ويستاهل كل علم طيب، ونقول ان شاء الله عادينها ان شاء الله للايام الجايه وهذا الموسم واللي يليه ان شاء الله بامر الله الواحد. نعم. ان شاء الله. وش سلاله مضمونه وانجازاتها قبل اليوم؟ سلالتها على غزيلان الرياسه، والناقه في رصيدها سوق سيارات، وان شاء الله نقول ان شاء الله نعدها الاشواط ان شاء الله الرئيسيه. الله يوفقك. كم نقطه اخذت اليوم؟ خذينا 3 نقاط مضمونه في المفتوح. اي نعم. وخرمس في المحليات، المحليات وكذا، والذراء في الشوط السابع. ورجع لنا موسم دايم، وتستاهلون الفوز والناموس اللي تهدونه. نهديه لمالك الشعار ولمشجعين الشعار. يضل وجهك ابو حزام، وشكرا جزيلا لك. مرحبا بك. انا اشهد ان من طرب غنى وغنيت انا اليوم ترباني، رجل الوطن ما ذخر غنى منا منا ان العمر فاني، يا ما كتبنا ولحنا فالدار عاد باتنا الحاني، من دونها ما تحصنا في حكم.